بدأ العصر الحجري منذ 2.5 إلى 2 مليون سنة وانتهى قبل 5000 سنة. تميزت هذه الفترة باستعمال أدوات وأسلحة مصنوعة من الحجر، لذلك سمي بالعصر الحجري. قسم العلماء العصر الحجري إلى 3 مراحل: العصر الحجري القديم، العصر الحجري الوسيط، العصر الحجري الحديث. العصر الحجري القديم أو الباليوليثي، وهي عبارة باللغة اليونانية وتعني الحجر القديم. يمتد العصر الحجري القديم منذ حوالي 2.5 مليون سنة حتى 9000 قبل الميلاد. اعتمد البشر خلاله على الصيد وجمع الثمار للغذاء، وبدأوا يعيشون في مجموعات، واستعملوا أدوات حجرية قاطعة، وكذلك استخدموا أدوات من الخشب والعظام. قسم العصر الحجري القديم إلى 3 أقسام، وهي العصر الحجري القديم السفلي، يمتد منذ ما قبل 2.5 مليون سنة حتى 200,000 سنة. في هذه الفترة صنع البشر أدوات حجرية بدائية، وقاموا بتكسير الصخور لجعل حوافها قاطعة. ومن بين أدوات هذا العصر الفؤوس الأشولينية، وكذلك بدأ بعض الناس بجمع الحجارة الغريبة من أجل الزينة. العصر الحجري القديم الأوسط يمتد منذ ما قبل 200,000 سنة حتى 45,000 سنة. شهدت هذه الفترة اصطياد الثدييات الكبيرة كالماموث الصوفي، وكذلك استعمال النار، واستمر البشر في الصيد وجمع الغذاء، وكذلك بدأوا بتغطية أجسادهم بالجلود واتباع شعائر معينة، واستعمال فؤوس متطورة كالفأس الموستيري والفأس العاتري. العصر الحجري القديم العلوي يمتد منذ ما قبل 45,000 سنة حتى ما قبل 10,000 سنة. في هذا العصر بدأ البشر الاهتمام بالفنون كرسومات الكهوف ونحت العلامات على الصخور واتخاذ الحلي. اشترك البشر في عمليات الصيد الجماعي، وكذلك تعلموا صيد الأسماك، وبنوا مساكن بدائية، وارتدوا ثيابا مخيطة. تنوعت الأدوات التي استخدمت في هذه الفترة، فشملت شفرات من حجارة الصوان ورؤوس مدببة للرماح. العصر الحجري الوسيط أو الميزوليثي، بدأ هذا العصر مع نهاية آخر عصر الجليدي قبل حوالي 10,000 سنة. عاش خلاله البشر في تجمعات دائمة قرب الشواطئ، وتعلموا زراعة النباتات وتدجين الحيوانات، واستعملوا أنواع متعددة من الأدوات الحجرية مثل الرقاقات من حجر الصوان، كانت تستعمل رؤوسا للرماح، وكذلك صنعوا السهام والحراب لصيد السمك والكلاليب لذات الغرض. في هذه الفترة صنع البشر القوارب والجسور لعبور الوديان والأنهار، واتبع الإنسان نظام دفن معين، قد شيدت مدافن جماعية محاطة بحجارة ضخمة. أما على المستوى الفني، فقد جمعوا الخرز ولونوا الأحجار وثقبوا أسنان الحيوانات والأصداف للزينة، وظهرت صناعة الأوعية الفخارية أواخر هذا العصر. العصر الحجري الحديث أو النيوليثي بدأ منذ حوالي 8,000 سنة واستمر حتى ما قبل 5,000 سنة. تميز هذا العصر بالزراعة على نطاق واسع، واستقر البشر في قرى ومستعمرات دائمة تعتمد في غذائها على الحبوب مثل القمح والشعير والدخن. عمل سكان القرى في تربية قطعان الماشية كالأغنام والماعز والخنازير. استعملوا أدوات وأسلحة مختلفة كالمنجل الذي استعمل لحصد الحبوب. أواخر العصر الحجري الحديث ظهرت جذور الحضارات، وبدأ استخدام الأدوات المعدنية بعد أن تعلم البشر كيفية استخراج المعادن وصهرها وتشكيلها، فحلت الأدوات المعدنية مكان الحجرية، وبدأ عصر جديد.